أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. ستفاجأ إسرائيل في الهجوم الإيراني. الأمر يتعلق باستخدام تقنيات فضائية. ليس الأمر متعلقا بالأيروباليستي ولا بالفرط صوتي. روسيا في حدود 21 ماخ أو ماك و 19 بالنسبة لإيران. هناك 13 إلى 14 ماخ بالنسبة لليمن، أو على الأقل ما أرسل من فلسطين 2 لمرتين. إذن عندما نتحدث اليوم عن هذه التقنيات، فهذا الذي يضعنا أمام سؤال: إيران الآن تستعد إلى رد فعل إسرائيلي فوري أمريكي إسرائيلي، معلوم ربما أمريكي بالأساس، ومشاركة رمزية لإسرائيل. ورغم ذلك فهي ترى نفسها ستواجه فرض، وستواجه باقي التكتيكات بما فيها المقنبلات وبما فيها دخول البي 52 على الخط، البي 2 سبيرت. إذا انتقلنا إلى مرحلة أخرى. سؤال المطروح الآن: هل ما قصف ليس إلا جيلا قديما، كحالة مثلا أن نتحدث عن الصواريخ البالستية، وهناك تقنيات صاروخية لها ما بعدها، وبالتأكيد أنها حاسمة. لذلك فهناك لفظ حاسمة عند الإيرانيين بشكل كبير، لسبب بسيط: لأن هناك تقنيات ستستخدم لأول مرة. هذه مسألة مفروغ منها. المسألة الثانية: أن كل الحرب الفضائية التي بدأت الآن أرض استخدمت في روسيا على أساس جو أرض، مع كينجال بالأيروباليستي، ثم وجدنا بعدها الأيروباليستي أرض من الإيرانيين، ونجد الأمر أكثر قوة عبر الصينيين. إذن لدينا مشهد، هذا المشهد هو القوة الفضائية. القوة الفضائية إيران جزء منها اليوم، إلى جانب الصين وروسيا. وروسيا والصين تعتمدان ليس على النووي كما يعتقد الكثيرون، يعتمدان معا، البلدان يعتمدان على التقنية الفضائية. التقنية الفضائية لدى الأمريكيين ليس أكثر من 46 مراقبة 46 هدفا، وعشرة آلاف هذه القوى العظمى. فضائيا لديها 46 ألف هدف للمراقبة، وهناك 10,000 ضمن الطاقم لهذه الحرب. هذه هي أمريكا. عندما نأتي إلى الصين، 3 أضعاف القوة الفضائية الصينية، 3 أضعاف. وإن أضفنا روسيا فنحن نتحدث عن ضعفين. وعندما نأتي إلى إيران، فإن إيران توازي حالياً ما لدى الولايات المتحدة الأمريكية على صعيد الطاقم وعلى صعيد التقنية، وهذا الذي قد يوحي بأننا أمام تحول. يقول عنه لافروف: لا يمكن على الإطلاق بالنسبة لأمريكا سوى دفع أوروبا كلها ككتلة جحيم ضد روسيا. هذا الذي بقي لدى بايدن قبل تسلم ترامب، لدى هذا اللوبي العسكري للصناعات العسكرية الذي قاد مرحلة بايدن، وعبر أكثر من حرب، وخصوصا حرب شرق أوروبا وحرب الشرق الأوسط. مهم جدا في هذه النقطة أن هناك من يرى غير ذلك. وأبرز مثال يمكن أن يبقى في الذاكرة، الأمر يتعلق بتحالف كل من ترامب وماسك. ماسك كله التقنية الفضائية، الاستثمار في التقنية الفضائية. في هذه الفجوة يجب الاستثمار. إذا عندما نتحدث عن هذا التحالف، فهو الذي يوضح: الكل اقتصاد، الكل الاعتماد على التجارة، قوة الدولار، وأيضا قوة أمريكا في الفضاء، وليس في الحروب بهذه الشاكلة التي ظهرت مع حربي أوكرانيا و
حرب فلسطين إسرائيل لبنان إسرائيل. في هذه النقطة على وجه التحديد نجد أن أمريكا متأخرة ولو على صعيد جيشها، وبالتالي فهذه الوضعية هي الصعبة. إذن عندما نأتي إلى إيران التي ساهمت وبشكل واضح جدا في تطوير التقنية الصاروخية الفضائية، فأعطتنا الأيروباليستي، أعطتنا الفرد الصوتي، وأعطتنا أشياء أخرى. هذه التقنية الفضائية هي التي ستحارب بها إيران الآن. إذن من هذه البوابة سيكون بالنسبة للافروف الذي كان يتحدث عن ما سمي بالتغيير الجذري، هل الشرق الأوسط الآن يرى أمريكا بأنها حاكم لشيء؟ لا شيء. الانتخابات الأمريكية لم تعد في الشرق الأوسط تساوي حدثا، لأنها ببساطة ترى نتنياهو يمكن أن يوقف الحرب ويزيد من أيامها، أو لديه كل القرار. لم يعد هناك أمريكا، أمريكا التي تسمع لم تعد في الشرق الأوسط، لم تسمع في وسط آسيا بعد أفغانستان، اليوم في الشرق الأوسط انتهت، وفي أوكرانيا أيضا لم يعد هناك خيار سوى أمريكا تدخل إلى جانب إسرائيل في حرب شاملة ضد إيران، لا تستطيعها ولا رئيس يقول بذلك. إذن هذا شيء منتهي. الذي فشل في أفغانستان كيف يمكن أن نواجه إيران؟ ببساطة عندما ننتقل إلى المرحلة الأخرى، دفع أوروبا كلها باتجاه أوكرانيا بعد أن وصل الحال إلى 200 ألف كيلومتر في أسبوع واحد، إلى أن الأوكرانيين لم يجدوا من يتجند في الجيش فنزلوا إلى 11 سنة. 11 سنة تقاتل الآن أوكرانيا، الشعب الأوكراني يقاتل 11 سنة، يعني إن لم تدخل جيوش أخرى فالأمر قد حسم حقيقة. هنا يجب التأكيد على أمر رئيس وحاسم، أن إيران الآن التي ذهبت بنفس خطوات روسيا والصين الصاروخي، بعد ذلك مباشرة إطلاق الأقمار تجاه الفضاء عبر تطوير للصواريخ، لأن هذه المنصات التي تطلق صواريخ حاملة لذاك القمر الصناعي وغيره. هذه الصواريخ الفضائية هي التي حسمت هذا الوضع، هذه التقنية الفضائية التي حسمت الفرد الصوتي وغير الفرد الصوتي. عندما نذكر الصواريخ فانظروا إلى الفرد الصوتي بأننا ندخل ضمن الفضائي، ضمن التقنية الفضائية، وليس ضمن الصواريخ. الصواريخ هي شكل ولكن ليس هي كوربس، ليست هي متن. المتن التقني متن فضائي. عندما نتحدث عن هذا الصاروخ في الغلاف ثم العودة، يعني تقنية فضائية إلى آخر. مهم في هذه النقطة أن إيران الآن التي رفضت جميع العروض بما فيها النووي تريد الرد، لأن الأمر يتعلق بشعب وأمة عريقة. انتهى الكلام. هذا كله معناه أن الحضارات أخذت تتزعزع، وأن هناك تغييرا جذريا في موازين القوى. والدليل الذي حصده نتنياهو لأمريكا أنه هزم أمريكا، لأن القرار الأمريكي لم يعد له شأن في الشرق الأوسط. زيلينسكي أسقطه في متاهة أن أمريكا لا في المفاوضات ولا في غيرها غير مؤثرة. الآن لا أحد ينظر إلى هذه الحرب، الحرب مستمرة، ماذا بعد؟ تغير الرئيس أو لم يتغير؟ إذن لا شيء. أمريكا لم تعد تتحكم في السلم والحرب، هي تستطيع أن تقود حربا ولا تستطيع أن تفرض سلاما. إذا انتهت، لأن لعبة قد سقطت السلام، ستاتيكو، لا يمكن أن تمر إلى استقرار لأن تكون قوة أولى إلا بالسلام. أما فرض الاستسلام والإبقاء على حروب ومستويات تصعيد جزئية إلى هذا انتهى. لذلك فالانتخابات الأمريكية لم تعد تساوي شيء، الناس لم يعد ينظرون إلى
بايدن بكامالا أو بغيرها، لأنها نائبة رئيس كانت في كل هذه السياسات الماضية، وترامب كان يعرفونه قبلا. إذا صعد هذا أو ذاك لا يختلف شيء، لكن يختلف على صعيد هذه المدرسة الاقتصادوية للنمو في أمريكا، وما سمي بالتصنيع العسكري وفرض خارطة عالمية للنفوذ عبر الجيش، هذا الذي هو في حالة صراع ما بين الدولار الشركة وما بين التقنية الفضائية، الإعطاء للإبداع إلى آخر، الحسم هذه الأوراق ونقل هذه التقنية إلى الجيش من أجل ألا يصبح متأخرا. اليوم الجيش الأمريكي متأخر، لا يستطيع أن يصنع هذه الصواريخ الفرد الصوتية بمستويات قياسية. نعم للقوة، ولكن عندما لاحظنا أن 200 صاروخ الأمريكي يعترض فقط 9 صواريخ قبل وصولها إلى دائرة إسرائيل، دائرة الجوية لإسرائيل، أجواء دولة إسرائيل، فهذا لا معنى له. ولذلك أصبح الأمريكي يسحب لينكولن وسحب كل حاملة الطائرات، لأن التكنولوجيا تجاوزت كل ما يجري. إذن مهم في هذه النقطة أن نؤكد أن إيران لديها استخدامات فضائية ستكون جزءا من هذه التقنية التي ستقصف بها الآن لتكون مؤثرة للغاية. إذن هذا هو الوضع الذي يدفع إلى القول أن لافروف عندما قال بأن أوروبا ستدفعها أمريكا باتجاه هذه الحرب، هو يتحدث عن ما بقي من أسابيع لحسم أوراق وفرضها على الرئيس القادم. هذه زاوية. أيضا بالنسبة للشرق الأوسط، الكل يرى أن هناك صعوبة كبيرة في إدارة هذه العملية بعد دخول الوعد الصادق الثالث إلى حيز التنفيذ، وأيضا بالنسبة لإسرائيل عندما سترى هل سترد أم لا ترد، فإن ردت فهذا مشكل، وإن لم ترد فذاك إشكال آخر، وهكذا فالوضعية ستبقى متأرجحة إلى أبعد حد. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.